السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسوي مع بعض هالوصفة اللذيذة، الرزنة اليمنية. مكونات بسيطة ومتوفرة إن شاء الله في كل بيت، والطعم جدا خيالي. لو تاخذيها معك أي مكان الكل راح يسألك عن الوصفة. أول شيء عندي كوبين من الحليب السائل الدافي، وملعقة ممسوحة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من بيكنج باودر، حبتين بيض، ونص كوب من الزيت. نخلطهم حتى المكونات كلها تتجانس مع بعضها. أضيف لها كوبين ونص من الطحين مع رشة خفيفة من الملح. الحين الخليط صار معانا بهذا الشكل، طبعا هذا هو القوام المطلوب. نصبها في صينية الفرن وأخليها لمدة تقريبا من ربع ساعة إلى 20 دقيقة. أغطيها وأخليها على جنب. طبعا في هذه اللحظات أشغل الفرن من تحت، بعدين أجيب صفار بيضة مع شوي خل وشوي من الحليب، أصبها بهذا الشكل، وبعدين كذا أطبطب عليها بالفرشة، وبعدين أنثر عليها حبة البركة والسمسم، وأدخلها الفرن تقريبا 20 دقيقة، تأخذ من تحت بعدين نفتح فوق عشان يتحمر الوجه. أول ما تطلع على طول أدهنها بالسمن البلدي اليمني، وأصب عليها العسل، وطبعا ما تتخيلوا قديش الريحة عجيبة جدا. دائما المخبوزات